الجزائر في الكان. تأهل اليوم المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة لنهائيات كأس أمم إفريقيا على حساب نظيره المنتخب الوطني التونسي على أرضية ملعب 5 جويلية في إطار بطولة شمال إفريقيا التصفوية التي احتضنتها الجزائر منذ تاريخ 15 من الشهر الجاري. رفقاء القائد محمد عبد العزيز مالك أصروا على قطع تأشيرة التأهل منذ بداية المباراة، حيث شكلوا ضغطا على المنتخب المنافس بطريقة صنع الهجمات العديدة والدفاع دون تردد إلى غاية انتهاء الشوط الأول بتعادل سلبي. وافتك اللاعب زولياني الكرة، وعن اجتهاد فردي وقع أول هدف لصالح الجزائر في الدقيقة 70، وأهدى تقدما في النتيجة وفرحة طمأنت زملائه على أرضية الميدان. وواصل أشبال لاسات البحث عن هدف ثاني، إلا أن المنتخب التونسي عدل النتيجة في الدقيقة 89 عن طريق اللاعب سنان يوسف، لينتهي لقاء الجولة الثالثة من التصفيات بنتيجة هدف مقابل هدف واحد، التي حسمت لصالح المنتخب الوطني الجزائري الذي فاز على المنتخب الليبي خلال الجولة الأولى بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، وفاز المنتخب التونسي على الليبي بنتيجة 2 مقابل هدف واحد خلال الجولة الثانية. مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة عبر عن فرحته بهذا الفوز بعد فترة وجيزة من التحضير، وأعرب عن سعادته بالروح القتالية والعزيمة التي ظهر بها اللاعبين. نحمد ربي على الإنجاز هذايا، يعني أنا بطل إفريقيا، يعني الجزائر عندها مدة ما تكالفياتش. أول نهديه الفوز، نهديه أول للاعبين اللي تعبوا، يعني ضحاوا، يعني أسابيعهم يخدموا معنا. نظن بلي اليوم الحمد لله فرحنا الجمهور الجزائري. انا اليوم راني في الواجهه، ولكن اغتنم فرصه باش نقول كاين ستاف تكنيك مورايا، مورا سلاطني، شريفي، مروان مسعي، وكل اعضاء الفدرال اللي كانوا عطاونا كاع لي مويا. انا اليوم يعني بقول صراحه راني فرحان كثير، والشيء اللي فرحان كثير لاعبين هذوما اللي تعبوا، وخاصه نسمح لنفسي نقولها، واحد الاداري معنا في الفدراليه خلى المره تاعو في البلوك، وقف معنا هاد اليامات، يعني ناديوها الجزائريين كلهم يعطيكم الصحه. والله ما قد نجاوبك على افريقيا، والله احنا مازال ما خرجناش اليوم، يعني كون عندنا برنامج، ولكن البرنامج يندار نروح نرتاحوا يومين ولا ثلاث ايام، ومن بعد نخرجوا نديروا كما يقولوا نديروا برنامج تاع التحضير. اليوم خلونا نذوقوا هاد مع هاد الاولاد، سيرتو الاولاد اللي هما يعني يستاهلوا. نقول لك بقرب وقت يعني راح نريحوا يومين ثلاث ايام، نعاودوا نوليو المديريه الفنيه، راح نديروا البرنامج تاعنا باش نحضروا كاس افريقيا، راح نديروا فيها ان شاء الله حاجه، ما نديروش تمثيل بر، ونغتنم مره اخرى. يعني انا بسمع اليوم انا في الواجهه كمدرب رئيسي، ولكن كاين رجال مورايا، مورا سلاطني، الجماعه اللي معانا الاداري المديريه الفنيه، وخاصه البعض الصحفيين، نقول بعض الصحفيين اللي داروا كل جهد وداروا كل شيء باش يساندونا، نشكرهم وتحيه الجزائر. احنا البرنامج تاعنا كان نسجلوا هدف، قلنا يا ربي نسجلوا هدف باش من بعد الا تلقينا الهدف مع الاخر راح نكونوا في امل، لان كنا عارفين هاد الاولاد يعني سي دي زونفون تحت 17 سنه، يعني كي تقرب نهايه المقابله راح يبارديو كاع لي كونترول تاعهم من ناحيه تحكم المدبره. ولكن البرنامج تكلمنا عليه قلنا نسجلوا، ومن بعد من رغم يسجلوا علينا نكونوا بعد، والحمد لله يا ربي. نقول اللاعبين يفرح عليهم كثير كثير. سي ان فيرتي دو جو دو لا كان، سي لا بروميير فوا كون فا لا جوي. ابخي اون افي دي ساكريفيس بوندون دو سمان لوان شي نو، مي سا فو الكو. Ben, on va revenir, on va se repréparer, recommencer à zéro pour gagner la CAN, Inch'Allah. Bon, alhamdoulilah, هذا التأهل جاء بعد خدمة كبيرة، ونشكروا لي زونترينور الشيخ لاسات، الشيخ مراد، الشيخ مروان اللي دار فينا كونفيونس، الشيخ شريفي، والحمد لله. وقولوا إن شاء الله كوب دافريك. الحمد لله تأهل تاريخي لأقل من 17 سنة. اليوم كل فرحانين والشعب الجزائري فرحان الحمد لله. اليوم هاد الشبان فرحونا واكدوا لنا مره اخرى انهم قادرين على رفع التحدي. ان شاء الله العمل يبقى مستمر، ونروحوا الى كاس افريقيا لتمثيل الجزائر احسن تشريف. 1 2 3 فيفا لالجيري والحمد لله. أشبال الخضر سوف يشاركون شهر مارس المقبل في المرحلة النهائية من بطولة كأس إفريقيا للأمم بعد الظفر بهذه البطولة إلى جانب المنتخب المغربي في كان 2021 التي ستقام بالمغرب.
ووسط الفرحة الهستيرية للاعبين بغرف تغيير الملابس، هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زتشي اللاعبين والطاقم الفني على هذا التأهل التاريخي. Félicitations, مبروك علينا. Très très belle qualification. Et je pense que l'équipe a montré du caractère sur le terrain, sur les deux matchs. Et je suis vraiment fier de vous. Je pense que le staff aussi, on est fier de notre staff, de tous les joueurs et puis de tous ceux qui ont bossé pendant tout ces temps derrière l'équipe, que ce soit le staff médical, le garde matériel et tous les gens qui travaillent tous les jours, les cuisiniers peut-être, oui. Tous ceux qui travaillent à Sidi Moussa. Donc c'est une victoire collective de toutes les forces qui ont mis de la bonne volonté pour cette qualification. Donc merci pour votre attention. On va rentrer ce soir à Sidi Moussa. On va bien déguster le dîner. J'ai envie de vous voir heureux, contents. Et puis déjà, on se projette sur le futur. One, two, three. Vive la chérie !